تأسست جمعية اتجاهات كيفونيم في سنة 2003. تهدف الجمعية لإنشاء مجتمع عادل يتيح للبالغين ذوي إعاقات تحقيق قدراتهم والعيش بشكل مستقل وناجح في المجتمع. الجمعية تدير العديد من البرامج التي تتميز بوجود عناصر حياتية طبيعية كالخدمة الجماهيرية، الاندماج في سوق العمل، التعليم، وبرامج لإدارة حياة ذاتية مستقلة. من قبل كيفونيم ما عرفتش أعمل إشي، يعني لا بالطبيخ ولا بالحياة العادية يعني، فكنت المدللة عند أهلي وكانوا هن يعملوا لي كل شيء. أكبر تغيير حصل عندها طبعاً إنه الليالي يعني بجيل، طالما كانت في البيت وكانت في جيل صغير كانت يعني متخبية في داخلها، يعني منطوية في داخلها، ولكن بعد ما وصلناها وصلت لجمعية كيفونيم كل إشي تغير. اليوم بتسافر، بتروح تيجي لحالها، بتعمل كل الترتيبات، فبتهيالي إنه هذا كان أكبر إنجاز لوجودها هنا. البرنامج المختص بالتدريب من أجل إدارة حياة مستقلة عبارة عن سنتين، ويتضمن السكن في دار مع شركاء من ذوي إعاقات متنوعة من المجتمع العربي، إرشاد ودمج النزلاء في سوق العمل، التعليم والتطوع في ساعات الصباح. احنا صرنا بالتخنيت سنة، وكانت خطوة صعبة، بداية جديدة، محل جديد، مكان جديد، و لقينا هون الأشياء اللي نحتاجها. أنا بشتغل بهفرات شركة هوت خدمة الزبائن، بشتغل 8 ساعات باليوم، بروح وبرجع بالباص، بضطر إني أبدل باصين بالروحة وبالرجاء، بالرغم إنه صعب بس أنا حابب إني أشتغل وأبكى حر. يتلقى النزلاء في البرنامج إرشاداً وتدريباً لاكتساب مهارات حياتية، كما يتضمن فعاليات إرشادية وتثقيفية في ساعات بعد الظهر والمساء، كإدارة الميزانية، المشتريات، السفر في المواصلات العامة، إدارة المجال الصحي واستخلاص الحقوق، إلى جانب الاستمتاع بحياة اجتماعية غنية تشمل دورات رياضية، تخطيط لفعاليات ترفيهية بالمدينة، وتخطيط الرحل، وإلى آخره. بما انه عندنا بالوسط العربي فيش هيك اطر اللي هي تساعد النزلاء انهم يتعلموا كيف يديروا بيت بشكل مستقل، احنا في جمعية كيفونيم فتحنا دور لنزلاء عرب اللي هن عايشين فيهن. طبعا كل النزلاء هن عرب، لانه بهمنا انه اللغة بيناتهم تكون اللغة المشتركة هي لغة الأم، هي اللغة العربية، عشان أنا أقدر أساعدهم إنهم يعيشوا كأي بنادم آخر في بيت لإلهم لحالين، كأي بنادم مستقل في المجتمع. طيب أستاذ أنا سبق اللي عيله وبشوف. طبعا لما الشاب بيكون كل رأيك مع الأهل هن اللي عم بيعملوا عنه كل الشغلات من ناحية التيبوليم، أشياء حتى صغيرة بسيطة زي دور عند الدكتور يروح يجيبها كم شغلة للبيت ناقصة، هذا كل أشياء بتكون ناقصة عند الشاب نفسه. فخلق من التخنيت هاي والأهداف تاعتها هي إنه إحنا نعطي الشباب الإمكانية إنه هن يقدروا يديروا حياتهم كيف هن بدن بأي اتجاه بدنياته. بالنسبة للأهالي بقدر أن يكونوا مطمئنين، أنا متواجد بصورة دائمة كل الوقت، كل ما بيحتاجوني أي وقت أي مكان وأي زمان، من أجل تعليم وتدريب وإرشاد النزلاء كيف يعالجوا نفسهم من ناحية صحية، حتى يوصل إلى وضع إنهم يكونوا مستقلين في مجال يديروا بالهم على صحتهم ولا يحتاجوا أي حدا. أنا ماهر حبيشي، مدير برنامج أجنحة بالمجتمع العربي اللي تابع لجمعية اتجاهات، جمعية تضم نزلاء من كافة المجتمع العربي. البرنامج يتطلب فقط رسوم ضئيلة عبارة عن 1200-1300 شيكل بدون المس بمخصصات التأمين الوطني. طبعا رسوم التسجيل يشمل الأكل، الشرب، و الإقامة في الدار. وأهلا وسهلا. בחודשים הראשונים אנחנו מרבים בליווי, כי ברור לגמרי שיש חוסר ביטחון בהיפרדות מההורים, יש חוסר ביטחון בשימוש בתחבורה ציבורית, בהתנהלות חברתית.
אנחנו פוגשים חבר'ה פסיביים, ועם צבירת הביטחון אנחנו לוקחים כל פעם צעד אחד לאחור. הם בעצם מתנסים בכל אותם דברים שיפגשו בעתיד. ونحن من خلال الجمعية التواصل مع النزلاء لم ينقطع حتى في فترة تواجدهم بمنازلهم في فترة الكورونا، بل على العكس تكثف التواصل معهم لإخبارهم بكل تعليمات وزارة الصحة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أهليهم، كما وتقام العديد من مقابلات الزوم للتجديد على الجانب الوقائي الصحي وضرورة المحافظة على روتين يومي ناجع الذي يضم فعاليات يومية للمحافظة على تواصل تام بين البرنامج الروتيني بالبيت والبرنامج تبع الجمعية.